هذا يقول يستأذن في قصيدة، هل ترغبون أذن له؟ ما. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد يا فضيلة الشيخ أستأذنكم في القصيدة. نعم. يا أمتي إن هذا الليل يعقبه فجر وأنواره في الأرض تنتشر، والخير مرتقب والفتح منتظر، والحق رغم جهود الشر منتصر، وبصحوة بارك الباري مسيرتها نقية ما بها شوب ولا كدر، ما دام فينا ابن صالح، ما دام فينا ابن صالح شيخ صحوتنا بمثله يرتجى التأييد والظفر. أنا لا أوافق على هذا البيت، لا لا أوافق، لأني لا أريد أن يربط الحق بالأشخاص، كل شخص يفعل، فإذا ربط الحق بالأشخاص معناها أن الإنسان إذا مات قد ييأس الناس من هذا. فأقول إذا كان يمكنك الآن تبدل البيت ما دام فينا كتاب الله وسنة رسوله، هذا طيب. ما دام فينا كتاب الله سنة رسوله. نعم. ابن العثيمين. لا يا شيخ، لا لا هذا لا تجيبها، لا لا يعني ما تحب، وقف فقيهنا. لا 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 والله ما لا لا ما ان كان ما عندك الا هذا. عطنا لا عطنا سؤال، عطنا سؤال. نعم ابدا ما لك يا رجال، بس انا انصحكم الان من الان وبعد الان ان لا تجعلوا الحق مربوطا بالرجال. الرجال اولا يضلون، حتى ابن مسعود يقول من كان مستنا فليستن بمن مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. الرجال اذا جعلتم الحق مربوطا بهم يمكن الانسان يقترب نفسه نعوذ بالله من ذلك ويسلك طرقا غير صحيحه. ولذلك انا انصحكم الان ان لا تجعلوا الحق مقيدا بالرجال. الرجل اولا ما يامن الانسان، نسال الله يثبتنا واياكم، ما يامن الزلل والفتنه، وثانيا انه سيموت ما هنا حد يبقى افا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم خالدون، وثالثا ان بني ادم بشر ربما يغتر إذا رأى الناس يعني يبجلونه ويكرمونه ويلتفون حوله، ربما يغتر ويظن أنه معصوم ويدعي نفس العصمة وأن كل شيء يفعله فهو حق وكل طريق يسلكه فهو مشروع، فيحصل بذلك الهلاك. ولهذا امتدح رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ويح قطعت عنق صاحبك وقال ظهر صاحبك. وأنا أشكر الأخ مقدما وإن لم أسمع ما يقوله في على ما يبديه من الشعور نحوي، وأسأل الله أن يجعلني عند حسن ظنها وأكثر، ولكن ما أحب هذا، وأنا أجازيك مجازاة إن شاء الله تعالى، أسأل الله أن يجزيك عني خيرا وأن يثيبك. أي نعم.